توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عاما. وأعلن الديوان الأميري في الكويت عن وفاة الشيخ صباح الصباح بإحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية. وتسنم الشيخ صباح تسنم منصبه في 29 من كانون الثاني لعام 2006، كما شغل منصب أول وزير للإعلام في الكويت. واختار مجلس الوزراء نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.